خلينا يعني نسأل حضرتك ونستغل وجودك الكريم معانا. أشرف بن شرقي رحل عن الزمالك، ده أكيد يعني مش هيمضي للزمالك. هل فعلا في تفاوضات للأهلي لأشرف بن شرقي وهيمضي بالفعل للنادي الأهلي؟ هو لغاية دلوقتي على المستوى الرسمي أو على المستوى المفاوضات الرسمية لغاية دلوقتي مفيش، يعني بمعنى إنه قد يكون هناك محاولات من وكيل اللاعب ان هو يبحث له عن عروض اخرى. تمام. للمرحله اللي جايه، لان هو خلاص تقريبا شبه واخد قرار نهائي ان هو يرحل على طريقه فرجاني ساسي اللاعب التونسي اللي ايضا رحل بعد فتره طويله من الجدل وهات وخد مع نادي الزمالك وفي النهايه رحل. فانا وجهه نظري الشخصيه رغم أهمية هذا اللاعب إلا أنه لا يصح ولا يجب أن يعتمد نادي الزمالك على لاعب أيا كان عنده من اللاعبين اللي يعني هو قدر ياخد الدوري بعد النادي الأهلي لم يوفق في كذا مباراة في ختام الموسم، قدر أنه هو ياخد الدوري من غير فرجاني ساسي. طيب. وبالتالي مش نهاية العالم. خليني يا أستاذ جمال من أشرف بن شرقي خلينا أروح معاك لكارتيرون. كارتيرون بعد مباراة القمة راح قال هسافر فرنسا في زيارة لأهلي يعني لأولاده. تمام. راح الإمارات. هل سيعود كارتيرون لنادي الزمالك ولا في مفاوضات هناك للإمارات إنه يدرب نادي تاني؟ والله أنا الزمالك يعني فعلا غير محظوظ أو عنده مشكلة كبيرة في موضوع التعاقدات. واضح برضو انه كارتيرون بعد الهزيمة بعد ما خسر يعني بخمس اهداف مقابل ثلاث اهداف من النادي الاهلي في لقاء القمة، واضح جدا من يوم المباراة انه هو مش عاوز يستمر. وقد يكون بعد الخمسة يا فندم صحيح بعد الخماسية وقد يكون كمان لإحساسه انه هيحصل تغيير على مستوى مجلس إدارة نادي الزمالك، دي مشكلة برضو. فهو يشعر ان ايامه في نادي الزمالك اصبحت ايه قريبة جدا. طب وهناك مفاوضات مع اندية عربية في الوقت الحالي يعني. سريعا يا فندم وانا عارف ان حضرتك عادل ومنصف. طبعا. طبعا. حكم مباراة القمة طبعا هل يجوز، انا بقول لحضرتك بصفه قانونيه لا يجوز القاضي بعد ما يدي حكم ان يطلع يعلل ويقول اصل انا احتويت المتهم ولا احتويت النيابه. زي الفل كده زي الفل. تمام. محمد عادل طلع في بعض المداخلات قال اصل انا بعد الاهداف دي بعد التلات حبيت احتوي لاعيبه نادي الزمالك تعلل. الكلام ده لا يقال لا من قاضي ولا ممن يقوم مقام القاضي. يعني النهارده لما يكون الحكم، يعني انا سمعت تعبير كويس قوي انه هل الحكم هو قاضي فعلا؟ فوالله سمعتها من احد المحامين المستشارين الكبار يعني. تمام. الاستثمار في مشروعات الزراعة التعاقدية هي استثمارك الامثل، لانها احد الحلول الغير تقليدية للاستفادة القصوى من الاراضي الزراعية. الحمد لله زارعين بفيتين 140 فدان بطاطس شتوي. يقوم هذا الاستثمار على المشاركة بين العميل وشركة أفرولاند لإدارة المشروعات. يقوم العميل بدفع تكاليف الزراعة وتقوم الشركة بإدارة المشروع من زراعة ورعاية وأمن وحراسة وشراء للمنتج.